يوما بعد يوم يتزايد عدد الناس المدمنين على التسوق عبر الانترنت، وهذا سيؤثر سلبا على سوق العقارات ويغرق بعض المتاجر الرئيسية، وربما تكون هذه نهاية هارتز. في الوقت الحاضر هارتز يبيع البضائع التي قل استخدامها في بعض الطوابق مثل الشطرنج وأقلام الحبر ومعظم البضائع الأخرى متوفرة بأسعار أرخص على الإنترنت. معظم موظفي المتاجر في ويستفيلد وأكسفورد ستريت يشجعون الزوار على التسوق عبر الإنترنت بدلاً من زيارة هذه المتاجر، وهذا سيسبب في قلة عدد الزائرين لهذه المتاجر بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة. الملابس الغير ملائمة يمكن إرجاعها عبر البريد. قريباً سيكون بإمكانك شراء ملابس ملائمة الحجم من دون ارتدائها بفضل التصوير الثلاثي الأبعاد، وهذا سيساعدك على التسوق عبر الإنترنت من دون الحاجة لإعادتها. سنرى قريباً عدد كبير من المتاجر يغلقون أبوابهم بسرعة، وذلك لأن معدلات الإيجار والرسوم وأجور العمال في ارتفاع، وعلى العكس فإن عدد الزبائن في تناقص. دعنا نفترض أن محلات التسوق يفقدون 5% من مدخولهم إلى التسوق عبر الإنترنت، وبعد 5 سنوات ستكون الخسارة 25%، وهذه هي أرباحهم السنوية، وسوف لن يكون هناك مبرر للاستمرار، حيث أن المدخول في السنة التالية سينخفض، وهذا سيؤدي إلى إغلاق المتجر في نهاية المطاف آجلاً أم عاجلاً. هذا سيؤدي إلى انخفاض في قيمة العقارات القريبة من مناطق التسوق الرئيسية، حيث سيقل عدد الزائرين للتسوق، وحتى أن الفنادق القريبة من مناطق التسوق ستقوم في نهاية المطاف بخفض أسعارهم بنسب عالية. ستتوسع ويزداد الطلب على شركات التوصيل مثل DHL، FedEx، Amazon، eBay، حيث سيزداد الطلب على خدماتهم سنويا، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم في هذه الشركات بشكل تدريجي سنويا. والآن فيروس كورونا سيسرع في إغلاق العديد من المحلات التجارية، وعلى العموم خلك بالبيت خلك بالبيت خلك بالبيت.